قالوا عنها إنها الجريئة مع إن جرأتها محسوبة. اختارت الفن فتميزت، اختلفت وتجرأت فحازت على احترام الجميع. ما بتقبلش المهادنة ولا الاستسلام، ولما هوت البرامج تفوقت وتألقت في رمضان 2020 على شاشة القاهرة والناس. شيخ الحارة والجريئة، أحسن برنامج 2020 إناس الدغيدي، ويتسلمها المخرج ميلاد أبيرات، أو يا ريت لو تتسلمها يسرى لو ميلاد لسه ما وصلش. تحية لإناس الدغيدي اللي بتعتذر عن الحضور لأنها برا مصر، وبتشكركم جدا على الجائزة وعلى حب الجمهور للشكل الجديد اللي قدمت بيه الجريئة وشيخ الحارة. لها أسلوب خاص في طرح موضوعاتها، بتفاجئك وتناقشك بكل موضعية. إنسانيتها بتضفي على حرفيتها. لقبوها بالمرأة الحديدية لأنها متحدية وبتتحدى وبتواجه مرض خطير، مرض السرطان. لا تقبل الفشل لأنها قوية وحديدية. سفيرة النوايا الحسنة الإعلامية بسمة وهبة. مساء الخير جميعا. حبيت بس ان انا اترجم شعوري النهارده، ان انا سعيده جدا 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 زي سعاده الاطفال الصغيره اللي بيدوها العيديه يوم العيد. مبسوطه بالجائزه ما انكرش، مبسوطه جدا، وبشكر لكل الناس الموجودين اللي بيحيوني وبيسقفوا لي وكانوا بيدعوا لي. بشكركم جدا، وان شاء الله دايما كده متجمعين في الخير. الف شكر. بتنور كل قناة بتظهر فيها لأن بيتها دايماً عامر، مع دعاء عامر. تحية للإعلامية دعاء عامر، برنامج بيت دعاء قناة تن. تحية لدعاء عامر. وقناة تن، برنامج بيت دعاء. برنامج بالورقة والقلم، ويتسلم التكريم الإعلامي نشأة دي قناة تن. Thank you.
الشعب المصري والعربي أمام الشاشة الصغيرة مستمتعاً بالعلم والثقافة. أفضل برنامج مسابقات على الفضائية العربية، برنامج العبقرة على قناة القاهرة والناس. يتسلم الجائزة صاحب الفكرة رائد العبقرة الروائي عصام يوسف. مساء الخير، كل سنة طيبين. متشكر جدا على الجائزة واتمنى لكم الصحة والعافية دائما. انا عايز اهدي الجائزة دي لاثنين. عايز اهدي الجائزة دي طبعا لابويا وامي واخواتي وللعبقري الكبير الاعلام العربي الاستاذ طارق نور. عايز اهدي له هذه الجائزة ولكل اللي قاموا بجهد كبير جدا وراء الثقافة الطبية في مصر. وعايز اهدي الجائزة لأرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء اللي ضحوا بحياتهم عشان يحافظوا على صحة مصر. كل سنة وانتم طيبين، متشكر جدا على الجائزة. شكرا. وأخيرا برنامج كلام في الزحمة، ويتسلم التكريم الإعلامي مروان أدري ويارا جندي. Where?